طيب دلوقتي انا مواد بسيسه. البيسه دي عباره عن ايه؟ كوبايتين دقيق ابيض، كوبايتين دقيق ذره، يا ريت اصفر عشان تبقى شكلها حلو، كوبايتين من السكر، كوبايتين عصير برتقال، كوبايه من الزيت، اربع بيضات، فانيليا، اتنين باكو فانيليا، باكو بيكنج باودر، معلقه كبيره من بشر البرتقال، خلاط زي بقى الكيكه العاديه، هحط فيها كوبايتين من عصير البرتقال. تعصريه فريش كده على طول باي عصاره عندك. كوبايه من الزيت، اربع بيضات، بصوا كده اربع بيضات، حط عليها اتنين باكو فانيليا واحطها في الخلاط اهو، وهنزل هنا معلقه كبيره من بشر برتقال، ما زودش عن كده عشان ما يمررش معايا، كوبايتين السكر، كل ده يتضرب مع بعضه هنا، ومعلقه كبيره من ايه؟ من بشر البرتقال، اوعى تنسوها عشان دي مهمه قوي، تديها حلوه جدا البسيسه. هناخد هنا كوبايتين من الدقيق الابيض، كوبايتين من دقيق الذره الناعمه، خلي بالكوا لازم تبقى ناعمه، ماشي، رشة الملح، اهو ده تاني بس ارجع بقى احط ده كله تاني على ايه؟ كوبايتين الدقيق الابيض، كوبايتين دقيق الذرة الناعمة، وباكو بيكنج باودر، ورشة الملح، ماشي، واقلب ده كله مع بعضه، ماشي كده، اقلب بالراحه، وزي الكيكه بالظبط، احطها في صينيه مدهونه بالسمنه، خلاص، وايه، واحطها في الفرن على درجه 180 درجه على الرف الوسطاني. طبعا الكميه بتعمل صينيه كبيره، الكميه اربع اكبر صينيه عندك اللي هي صينيه 30 دي، مقاس 30 دي بتاخدها. انا بس كده اتاكد ان كل الدقيق اللي هنا اختلط مع المكونات دي، لان بص لما يكون تحت بتبقى مش لطيف شويه، بيبقى رخم شويه، ساعات بيبقى نلاقي الدقيق تحت كده، فنتاكد ان هي ايه، اختلطت حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي بس كده. طيب اوريكم بقى اللي انا عاملاها عشان ايه، ننزل كل ده كويس اللي معموله قبل الحلقه بالشكل ده.